عاد اقتناء الجزائر وثائق تاريخية في مزاد علني بفرنسا إلى الحديث حول استرجاع المعالم التاريخية المصادرة من طرف فرنسا الاستعمارية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لرفيق الفلاح. 600 وثيقة تاريخية تعود إلى الجزائر بعد شرائها في مزاد علني بمدينة تولوز الفرنسية، خطوة إيجابية، لكن ماذا عن باقي الأرشيف والمعالم التاريخية؟ أنا مع استعادة أرشيف كهذا حتى لا يتوزع بين الشعوب وما بين الأرشيفات وما بين الخواص. والأمر الثاني، أطلب من الجهات المسؤولة عن شراء هذه الوثائق اللي هي وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة الثقافة أن يحافظوا محافظة كبيرة جدا على هذه المقتنيات التي كلفت الخزينة الجزائرية أموال طائلة. بلقاسم باباسي واحد من الباحثين في التاريخ الذين نضلوا من أجل استرجاع الموروث التاريخي الجزائري الموجود بفرنسا، لكن محاولته لم تعطي ثمارها بسبب عدم اتخاذ السلطات الرسمية في الجزائر لأي خطوة لاسترجاع معالمها التاريخية. ما راناش مهتمين بصفة يعني دقيقة فيما يخص استرجاع للأرشيف هذا، الوثائق تاعنا فيها نقطة استفهام، لأن كل من سأله مسؤول في فرنسا على موضوع ما يقول لك الحكومة تاعكم ما طلبتش. بابا مرزوق أحد أشهر المدافع التاريخية بحوض المتوسط في العصر العثماني، يبقى أسيرا بساحة مدينة براست شمال فرنسا منذ مصادرته من طرف السلطات الاستعمارية في 1830. هذا المدفع صنع في القرن السادس عشر، فريد من نوعه آنذاك، 7 مترات، يوزن 12 طن ويضرب 5 كيلومتر. هذا الاسترجاع، هذا الآلة اللي راه يدوك في برست يعني في لابريطان في فرنسا، بلاد دوبيري داه البلادو باش يفتخر باش يزور هذا المدفع. هذا راهو في ميناء، في ميناء برست. يعني شيء مؤسف. مدفع بابا مرزوق جماجم زعماء المقاومة ومفتاح الأغواط والمئات من الكنوز التاريخية تنتظر العودة إلى الجزائر، فهل ستتحرك السلطات لاسترجاعها أم أنها ستبقى أسيرة في متاحف وساحات فرنسا؟